السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم يا الحباب في قناة نشرة ديالي. هذا اليوم جبت لكم وصفة تقليدية قديمة عريقة، الناس كاع يحبوها، الناس كامل يديروها، والحمد لله مازال الناس محافظين عليها. بصح أنا اليوم جبتها لكم وجبت لكم الوصفة الأصلية، يعني ما جبت لكم منا الوصفة تاع أمي تاع العائلة تاعنا، يعني قديمة بأصولها. هي طبيخة أكو تشوفوا مكوناتها بسيطين جدا، أكلة بسيطة وكما نقولوا تيبيكمون تاع الربيع، وهايلة وحلوة وبنينة. دوك نوريو البنات اللي ما يعرفوش يديروها اليوم يديروها معي وعلى أصولها. كما راكو تشوفوا مكونات بسيطة وسهلة، كاين فول، كاين جلبانة، كاين قرنون، كاين راس ثوم، وكاين تانيك حبيبة قرعة. راكو تشوفوا الفول البنات اللي ما يعرفوش، هاو الفول دي فوا يجي طري، دي فوا يجي فصاص، ما يهمش، اذا كان فصاص طوميو، واذا كان هكذا طريري هاوليك كيفاش تقطعوه، كيفاش تحافظوا عليه، وطبعا الكلش يتشلل بطبع وشان. الجلبانه هنا كما راكو تشوفوا فصصت كيلو، بصح مانيش حندير كيلو، حندير رطيه برك. القرعه هاي ليك هنا راح ندير جوج حبات. كاين بزاف يا حبابي ما يديروش القرعه في الطبيخه، حنا في عائلتنا نديرو اذا توفرت طبعا، ويندار طبعا بلا قرعه. انا شخصيا ما عندي حاجه في القرعه، يعني درتها سبيسيالمون هديه باش نوريكم باللي تندار. اونتخ طون راح نكلمكم على واحد المثل اليوم اللي هو يقولوا فلان ما يعرف كعو من بعو، ولا فلان ما يفهم كعو من بعو. واش حاب يقول هذا المثل، وما معنى كعو، ما معنى بعو؟ راح من بعد شويه كي نكمل الوصفه راح نفهمكم فيه وقتاش ينقال هذا المثل. فوالا دونك هادي مثل او مقوله. نعود نرجعوا للوصفه ديالنا. الثوم راني رابيتو هذاك راس الثوم، عفوا ثاني كشيش مقطفه كنت نسيت ما ذكرتوش في المقادير. والفول هاوليك راكو تشوفو مشلل بيان كوم يلفو، هاوليك حوالي واحد رطل ولا يعني حسب افراد العائله يا حبابي. انا عائلتي صغيره، كشتو ديك النجره تاعي ماشي كبيره بزاف، دونك هاوليك المقادير نقولو رطل جلبانه، رطل فول، هريسه، ملح، عكري. هاد لا طوماط اللي كتشوفوا فيها انا نحب هذه لمسه شخصيه، اللي حبي يديرها يديرها. هذه لا طوماط تجي شويه ليكيد، تجي شويه بحلاوه. واللي حبي يدرس البنات درسوا الثوم مع الفلفل القناوه، درسوه بالمهرز لهالله، تجي ثاني هايله. نورمالمون هكذا تندير. انا رابيتها بو فو مونطري بلي باش يعني باش نسهلوا الامور على البنات. شويه زيت، شويه سمن، هذيك الثوم اللي رابيتها. وإلا كنتو درستو كما قلت لكم الدرسه تاع الملح، العكر، عفوا في القناوه والثوم. كالعاده الثوم عمركم ما ديروها في الزيت هكذاك باسكو تنحرق، توجور ديرو قطره ما. وإلا كنتو درستوها بالمهراس ديرو قطره ما في المهراس، كما مرفا نقول لكم، كما وريت لكم في زروط ديال المشرمله، كما وريت لكم في الكبده المشرمله، اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ شويه ملح طبعا. فوالا البنات هاد الطبخه تحب الزيت، ما تقولوليش زيت بزاف، على بالكم كامل اكلاتنا التقليديه، عفوا هنا شوف في الكحل، كامل اكلاتنا التقليديه يحبوا الزيت. هادو سيختو تاع التغماس اللي يجيو مجمرين يحبوا الزيت. وزمان ما كانوش يديروا هذا الزيت الصنكو بنات، زمان كانوا يديروا السمن الحره، كانوا يديروا زيت الزيتون ولا يخلطوا ولا سي بوغ سلا كانوا يكثروا، يعني حاجه صحيه. فو فوي شويه عكري. واو على بالكم زمان ما كانوش هذا المرض، كانوا صح صحاح لاباس عليهم، يعني باسكو كلش كان صحيح، ما كانش الضغل، كان كلش يجي من السورس تاعو كيما نقولوا، الى زبده حره، الى سمن حر ثاني، الى فوي دونك فوالا دونك كانوا يكثروا الدهن. الوغ هنايا درت شويه هريسه اللي تدرس طبعا في القناوه، ما كلها دير الهريسه، انا ما درستش. وراح نزيد هذيك لا طوماط اللي تحب دير شويه مغرف كونطوماط كونسونطري دير. انا نحب هاد الطوماطيش هكذا طون سون طون ديرها، تجي كما قلت لكم ما تجيش قرصه، يعني سون فولوار فيغ دو بيبا. يعني هذاك المكعب اللي خدمناه تاع الفلفل لا تشفى، وفي الصيف الخريف هكذاك بدايه الخريف جمدنا الفلفل الاحمر الحلو، دوك راني درت منه طريف تانيك. هذه لمسه شخصيه اللي ما عندهاش ماشي مشكل، عكري في لافيغ. بعد ما تقلات شويه زدت هذاك الحشيش مقطفه، القزبر والنعناع قطعت شويه، فوالا قسم النكه برك هذيك التقليه. ونحط جوست ابخي ندير قلت لكم رطل جلبانه، راني حنديرها نصف الكميه فقط. هذا كيلو جلبانه فصصتو، شوفوا شحال خرج. فوالا وندير هذاك الفول كاني تحقق البنات هنا ما تكثروش الملح، الفول والجلبانه على بالكم باللي يقرسلون وكنكثروا الملح،
ياك دونك انا شفتو دات غير شويه وما زادش، هنا مانيش حنزيد يطيبوا، تقدر تقولوا حيطيبوا سامطين جست الفول والجلبانه. كي يدخلهم طياب راح تشوفوا من بعد راني حن ندير زيد الملح نسقم. فوالا انا قليت شويه واحد 5 دقائق هكذاك قسمه تدخل فيه بعض وبعض ودوق المرق عادي وميها سخيخنه. فوالا ما ديروش بزاف الماء طبعا، قيس ما يتغطى برك. كون تشوف واحده الطنجره تاعي هذيك تشوف فيها ماشي غامقه، انا دايرتها سبيسيالمون لهاد الطيابات اللي يتجمروا. فوالا لو طون الفول والجلبانه يطيبوا نروح نقي القرنون تاعي. هم لك هنا بعد مرور اذا ما خانتنيش الذاكره 21 دقيقه، على بالكم رانا في الربيع تقريبا، انا في الربيع يعني بيان كو ما طاحتش تا يا ربي الله يجعل الخير، مي كلش راهو طري كلش راهو فريش كلش راهو في وقته. الوغ بروفيتيزا القرنون هاوليك هذوك الحبيبات، هذاك القرنون واحد زوج كيلو هكذاك كيما حبيتو حبابي كيما حبيتو، واش قدركم الله. كيلو قرنون كيلو ورطل زوج، نتوما واش قدرتو. انايا شخصيا نحب نخليه كيما راكو تشوفوا شويه صحيح، غير الا كانت القرنونه كبيره الله يبارك كيما شفتوا هذه دوق نقطعها على زوج، مي سينون شوفوا كيما نقولوا نخليها فلك فلك هكذاك باش نحب نستغلوا القرنون ونحب يبان نحب تبان بنته هذيك، ما نحبوش. على كل حال على حسب افراد العائله يعني اتفهم الوضع كل واحد وظروفه. فوالا حبيبات القرعه هذوك انا درت زوج حبات فقط لا اكثر. الوغ الطبيخه الحقانيه هذه هي، كاين اللي ما يحبوش يديروا القرعه كيما حبيتو، مي هذه هي ملاحظه برك الله يخليكم. الطبيخه ما يجيش فيها زروديه، على الاقل الطبيخه العاصميه اللي كي نقول العاصميه تاع يعني تاع الميتيجا كيف كيف كامل كامل يطيبوا كيف كيف الميتيجا. اوكي ما ديروش زروديه ما يندار لهاش، هذه هي هادو هما لي زانغريديون تاعها اللي حبيتو الاصليه الحقانيه تاع امهاتنا وجدتنا. ماني ما جبت لكم الوصفه الاصليه يعني. فوالا هاد اللحظه راني ملحت طبعا باسكو كيما قلت لكم الفول والجلبانه ما درتوش بزاف الملح. فوالا هنا راهو بدا كل شيء طيب هنا. فوالا شوفوا التمرق، شوفوا كيفاش راني خليت راني نخلي لاصوص غير بالعقل تنقص مي مازال ما طابش 100%. مكون اخر كعادتي دائما ننسى حاجه، الرز. ناس العاصمه يديروا الرز في الطبيخه كسوسوا هادي كسوسوا طبيخه تاع فصل الشتاء اللي كنت درتها لكم العام اللي فات، كسوسوا طبيخه تاع بطاطا ترفاس تشوفوا كاني درتها. الطبيخات الناس العاصمه الناس لاميتيجا كامل يديروا لهم شويه رز باش يشرب هذاك ليكسي تاع المرقه، او ميم طون يلبي شويه المريقه هذيك ما تجيش كما نقولوا الزغلي والماء يغلي ما تجيش مزرقطه. على بالكم الفول الاخر كامل يكحلوا شويه لاصوص، دونك الرز هذه هي مهمته والله اعلم يعني. شوفوا لاصوص هنا شحال راهي، انا نحيتها بعتها على النار باش تشوفوا. فوالا يعني ماشي حتى ينشف الطبق طبعا، هنا مازلت شويه كميه من لاصوص مي مازال ما تجمرتش، راهو بخسك قولوا طاب كلش. هنا في هذه اللحظه راني حنزيد هذوك زوج مغرفات تاع الروز كنت شللتهم كما شفتوا ونحطهم من الفوق. شوفوا هنا بالعاني نحيتها باسكو ما تكون تبكبك فوق الدار ما تبانش، دونك اجبت الطنجره كنت تشوفوا شوفوا شحال راهي المرقه ما راهيش مجمره. شوفوا هنا كل شيء طايب زبده الله يبارك ياك. فوالا مازالت مريقه، دوك هذيك المرقه نشربها بهذاك الروس. فوالا شويه برك ماشي بزاف ونقصوا النار ونخليوه يتكتك هذاك الروز يشرب هذاك الليكسي تاع المرقه الزايد هذاك ويجي بنين ويجي شباب من الفوق. فوالا مي شيغ زامي تقريبا وصفه وجدت، هاوليك واحد حسبوا 5 دقائق ولا 8 دقائق لو طون هذاك الروز. شوفوا هاوليك النتيجه، راه هذاك المرارق هذو كامل تشربوا راهو كلش شوفوا راهي في دمها يعني راهي مجمره الله الله. فوالا مي شيغ زامي ودوق كي كملت الوصفه تاعنا شوفوا ما معنى الكوع، شوفوا الفوق انا دايرته اون فيولي وشوفوا البوع لتحت. دونك انسان ما يعرف كوعه من بوعه يعني لا يفرق بين العظم اللي جاي في يده والعظم اللي جاي في تاع الاصبع تاع الرجل التحتاني. هذا المثل يطلقوه كي يقول بنادم اون جينيرال يكون انسان ماشي فاهم ولا انسان جاهل، يقول السيد ما يفهم كوعه من بوعه ولا ما يعرف كوعه من بوعه. فوالا اكو عرفتوا واش معنى المثل، هو العظمه اللي تجي في اليد وتجي في الرجل. فوالا مي شيغ زامي هاي لك الوصفه
بعد ما سقيتها طبعا ما زالت اللمسه الاخيره اللي هي الحشيش المقطفه. هي اون جينيرال نديرو تانيك في الطنجره، انا كنت نسيت ما درتش في الطنجره فوالا دونك نديرو تانيك في التبسي. كاين تانيك اللي ياكلوها يعصوا لها القرص، انا شخصيا نعصر لها القرص الى حبيتو. فوالا هذه هي الوصفه لا فري، وصفه تاع طبيخه العاصميه، نقول العاصميه ولا تاع ناس متيجه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه البنات وتجربوها، شوفوا كيفاش لا مرارق لا والو في زيتها في دامها، وجي البنه والبنون ما نقولكمش كما يقول مثل القديم البنه والبنون واللي ماكلاش منها يضربوه الجنون. فوالا انا خدمت لكم بمثله. ان شاء الله تعجبكم حبايبي وتجربوها وترجع لي الخبر، وما تنساوش لما يخشوز سون توجور لي بلو سامبل، هو معن للمحافظه على التقاليد. سلام.